قوة صعب انك تلعب بمنتصف ملعب فيه ارتور وفيه نعم. كوتينيو. هنا ضربة جزاء وكاد ان يصاب نيمار ليصطدم باللوحة الاشهارية في مثل حالة تعب عائد من اصابة يشترك في مباراة اولى. تتفادى مثل هذه الامور بس هو هنا ودية. سانشيز اللي راح عليها خالد نعم. يعني هو ما كانش يقدر انه يتفادى الكرة قبل ما يوصل للكرة، كان سانشيز داخل باتجاهه بشكل مباشر، فنشوف فيها تعمد ضربة جزاء لنيمار. هنا حتى هو حاول انه استعمل يده حاول يتفادى الاصطدام، انما لا كان في تعمد.